اللي حصل ده اسمه اختلاط انساب، ولو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده صح يبقى ابنك يا مدام ابن زنا، وفي الحاله دي يا جماعه ابن الزنا لا يرث. يعني الطفل ده ملوش حق في جنيه من ثروه فايق غالب، وفي الحاله دي حسب الشرع والقانون كل ثروه المرحوم هتروح لبنته من مراته الاولانيه ولاخواته البنات. اسهل حال